منية عيني ان انا اعمل فيديو ما تبقاش الموسيقى التصويرية بتاعت صوت ليزا ورايا في الخلفية، ولكن ده امل مش هيحصل. اوكي فرده لكم شعري النهارده، والبنات اللي تفضل تسالني تقول لي انت ليه دايما لما شعر كده، انا دايما لما شعرك يا دانا، شوفوا الستوري النهارده الساعه 7 هتجي لكم الاجابه ليه انا دايما لما شعري. ربنا ما يعني هتعرفوا هتشوفوا هتفهموا ليه. طيب هنعمل ريفيو للعبايات بتاعت رمضان كمان كام يوم وهنبتدي انا اسباني عندكم. تعالوا نشوف العبايات اللي معانا النهارده. براند النهارده اسمها الينا، والبنوته جت بنفسها جابتهم لي، يعني وجت مشوار يا عيني من اخر الدنيا. فمعانا عبايتين، ده بروجكت بديها هي وصاحبتها، وقالت لي يا دانا انا حابه ان انت تجربي العبايات بتاعتي وتلبسيهم، فانا عزماني عندكم الشمس. يلا بينا نجرب اول عبايه. بس يا جماعه هي لفها لي لفه جاتو، هات احنا هنفتحها بالراحه عشان بس ندي البنت الكريدت بتاع ان هي يا عيني حطت المجهود ولفت اللفه دي كلها. اوكي هنشيلها، وهذه هي اول عبايه. طبعا احنا اوريدي من البدايه، ده الحزام شايفين الالوان، الالوان استنوا بس بس نديهم كده هو يعني. بصوا اللون شيك تحفه، يعني هي تلبس حتى لو اتلبست من غير الحزام اللي عليها. انا عايزه اقرب لكم برضه عشان تشوفوا، بصوا حتى لو اتلبست كده تحفه، ولو حطينا الحزام انا مش عارفه هي عامله فتحه للحزام ولا لا. لا مفيش فتحات للحزام، يبقى هو هيتلبس كده من فوق. ولو حبينا ان احنا نلبسها هكذا برضو، استنوا بقى عشان انا يعني مش ظبطها قوي طبعا، بس تحفه I love it، حلوه قوي 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 قوي. شياكه طبعا انا لسه مش لابسه اي حاجه في رجلي، كل ما لبسنا كعب كل ما يا جماعه الكعب بيدي هيبه، ولكن انا مش هكدب عليكم، فانا عزماني عندكم مش بلبس كعب يعني كتير علشان ولا انا ابقى براحتي بصراحه وعلشان ساعات الاماكن اللي بروحها مش بتساعدني، لكن تحفه. ادي دي اول واحده عايزه اوريها لكم عن قريب علشان تشوفوا. استنوا بصوا الالوان وبصوا الكواليتي، ده الكارت الينا. تعالوا نشوف العبايه الثانيه. اللون ممكن نتكلم عن اللون؟ انا عايزه اقول لكم على حاجه غريبه جدا، ان انا زمان ما كنتش بحب اللون البنفسجي خالص خالص، يعني كان من الالوان اللي مرفوضه بالنسبه لي تماما، وما بحبش الفوشيا خالص. يعني انا شخص بحب الازرق والاخضر الابيض، الاسود طبعا ده ملك الالوان. بس حصلت معايا حكايه هبقى احكيها لكم، اكشلي هحكيها لكم دلوقتي واحنا بنجرب مع بعض. بس خلينا اوريكم ده الحزام الاول. اوكي وهي دي العبايه، بصوا بصوا التطريز تحفه. استنوا بقى احكي لكم بقى الحكايه ايه. الحكايه ان انا في يوم من الايام في حلقه من حلقات برنامج سيستر سوب لو تفتكروا، اللي عملته انا ومي ومايس مع بعض، وكنت لابسه فيه بنفسجي، وفعلا والله العظيم الحلقه دي يمكن احلى حلقه انا ظهرت فيها بكل الحلقات، وكنت لابسه فيها نفس اللون ده بنفس الدرجه دي بالظبط. انتوا عارفين احنا كنا بنلبس نفس الالوان بس كل واحده موديل، يعني موديل مختلف يعني. فجالي فحد لقيته بعت لي، انا مش عارفه دي برضو استنوا بس نشوف دي ليها فتحه بيدخل منها الحزام ولا بتتلبس من فوق، غالبا بتتلبس من فوق زي الثانيه. المهم فلقيت حد بعت لي، لا هو اكيد لازم يبقى لها فتحه، لا ما لهاش فتحه. طيب المهم لقيته بعت لي بيقول لي انه دانا انا حلمت ان انت لابسه حاجه بنفسجي، ومش عارفه حاجه كده حلوه قوي، يعني كان حلم حلو قوي قوي انه اللون البنفسجي ده بينورك وهيجيب لك حظ حلو وحاجه كده يعني. فاستغربت قلت له غريبه ان انت يعني اخترت لون
او بتتكلم عن لون انا ما بحبوش خالص. بصوا طبعا انا مش عارفه هو انا لابساها كده صح ولا لازم تتظبط. اقرب لكم بس انا الله تحفه بجد عجباني جدا. واللون انا مش متخيله ان انا فعلا بقيت بحب اللون ده جدا. بحب بس بحب اللافندر، عارفين لون اللافندر؟ وده اللون ده تحس ان هو بين البنين، مدي على اللافندر والبيربل في نفس الوقت. اي لاف، حاسه ان السنه دي انا عزماني عندكم هيبقى حلو قوي. متحمسه جدا 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 اقابل الناس اللي انا بعت لها. يلا استنوني النهارده في الستوري على الساعه 7 عشان تعرفوا حكايه شعري. وطبعا مش هوصيكم ان انتوا هتتفرجوا على 30 حلقه بتوع انا عزماني عندكم. الين هعمل لها منشن، وهعمل النصيحه اللي انتوا قلتوها لي حطيها في الاول، او هنزل هكتب لكم العبايه باي لوحدها عشان ايه ما يحصلش فيه لخبطه. صباحكم زي الفل.